السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ الاخبار النهارده ان شاء الله هناخد جزء كده في الليكتشر، تمام كده، وبعد كده نتكلم على الميد تيرم مشاكله هيبقى عامل ازاي. احنا كنا بدأنا من الليكتشر اللي فاتت ان احنا نتكلم على حاجه اسمها البوليوشن كنترول سيستمز، خاص ازاي بنحاول نقلل البوليوشنز، واتفقنا مع بعض هنبدأ بازاي نقلل البوليوشنز من الهواء يعني. وكنا اتكلمنا المره اللي فاتت على السكرابر، خلاص كده الويت سكرابر، وده خدناه وخلصناه وخدنا الاشكال بتاعته وفكره العمل وكلام من ده، واتكلمنا كمان على الباك فلتر. والباك فلتر ده بيتحط في حاجات كتيره جدا، منها الاير هاندلنج يونت، منها المصانع الاسمنت، بيتحط جوه كومبارتمنت كده بحيث ان هو يبقى علبه كده بحيث انها تفضي وياخد منها التراب. واتفقنا ان ازاي اقلل الكونسنتريشن بتاع التراب اللي موجود عندي داخل الهواء وكلام من ده، وخدنا بقى ازاي الكلام ده، وقلنا ايه، قلنا في ايكويشنز ومعادلات، وازاي تحدد قدره الفان، المروحه اللي بتاخد الكلام ده وتزقه، والكلام ده كله. هنبدأ نتكلم النهارده على النوع تاني من انواع البوليوشن كنترول، الا وهو حاجه اسمها السايكلونز. خلاص كده، لو انت فاكر الشارت اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، ان السايكلونز دي بتشيل من تقريبا من حوالي 100 من 100 واحد من 100 مايكرون الى لحد 100 مايكرون، يعني حاجه في الرينج ده كده. برضو من الحاجات المهمه جدا السايكلون دوت، فكرته عمله ان هو بيعتمد على الموفمنت او التشينج في الدايركشن، يعني هو اصلا بيعتمد على التشينج في الدايركشنز مع ان هو بيعمل شويه فورتكس كده. فورتكس دي لو فيها فورتكس قويه شويه، فلا اي فورتكس بتحصل في شويه تراب وكلام من ده، الوزن بتاعه اتقل تقيل يعني، بيبدا يقع في الايه، في حته التشينج اوف دايركشن دي. فزي ما انت شايف كده قدامك هنا، هتلاقي هو عباره عن ايه، عباره عن علبه. العلبه ديت ليها طول معين، وفي اخر طول معين ده الطول بتاعها اللي هو ال مثلا، وفي اخرها كون او شكل مخروطي كده مفتوح هنا بيطلع الدست، الدست بيطلع من تحت منه. الفكره كلها ان انت بتخش الهواء بتاعك اللي خارج من الصناعه او مصدر الصناعه بتاعتك، مثلا هواء مع غبارة رخام، هواء مع غبارة الاسمنت او الاسمده او اي حاجه من الحاجات دي كلها، الهواء طالع انت بتبقى جايبه من دكت، يعني في دكتنج سيستم المفروض ماشي من هنا كده. الهواء ده جايب الايه، جايب من عند المكنه كده، واخد الهواء بتاعك في التراب وفي العفره والحاجات دي كلها، يبدا يدخلها على حاجه واخده شكل سويرل كده، بتعمل عمليه سويرلينج كده، تدويم. الهواء اول ما يخش بالسرعات اللي انت مقررها او كده او حاسبها، بيبدا يخش كده، يقعد ايه، يقعد يلف زي ما انت شايف كده، وهو بيلف كده بيلف سرعات عاليه كده، وبعدين انت عامل له فتح من فوق، فهو بيلف كده يقع بالمومنتم بتاعه يلف، والحاجه طالع ايه، طالع تاني، يحصل فورتكس كده. وهو طالع طبعا البارتكلز الثقيله وكلام من ده ما بتقدرش تستحملش، ما تعرفش تطلع، ما تعرفش تغير اتجاهها وتطلع، يعني بالظبط زي اللي بيجري بشنطه مثلا على ظهره وفجأة بيغير اتجاهه. الشنطة لو هي تقيلة شوية كده بتبقى عايزة تشده وتخليه في يمشي في نفس الاتجاه بسبب الايه، بسبب الانيرشيا فورس يعني. فالمهم انت عملت الايه، حركة الفورتكس ديت، خلاص كده، او بنسميها احنا بنقول عليها بقى احنا بالظبط، يعني بيحصل ان في الموشن دي بتعمل حاجة اسمها سنتريفيجال فورس على البارتكلز، وبالتالي بتخلي البارتكلز تتنطر بره، تتنطر بره، تتنطر بره، وتخبط هنا كده وتنزل، تخبط هنا كده وتنزل ديو تو سنتريفيجال فورس يعني. ف انت بتسحب هنا تقريبا كلين جاز، طبعا ما بتبقاش 100%، انت لو عايز تعمل بقى تنقيه 100% بتعمل مرحله ثانيه من عمليه الايه، التنظيف وكده. فده بنسميه ايه، بنسميه الايه، السايكل يعني. ده الشكل بتاعه زي ما انتم شايفين. طيب، يبقى اذا فكره العمل بتاعه ان الجاز بيخش من الانلت اند از فورسد انتو سبايرال، يبقى في عندي سبايرال، حاجه بتعمل ايه، بتعمل سبايرال كده، خلاص كده، بحيث ايه، بحيث كده البوتوم بقى يبدا الجاز يريفرس الدايركشن بتاعه، والفلو يحصل له ابورد، يطلع لفوق. وفي الحاله ديت الايه، اي بارتكلز موجوده عندي بتفضل زي ما كانها نتيجه الايه، للسنتريفيجال فورس اللي احنا اتكلمنا عليها، بتطرد البارتكلز بره الايه، الهواء، يخليه يسيب الهواء ويطرع ويخبط وايه، وينزل على البوتوم بتاعي. طيب، اي حاجه في الدنيا ليها ميزه وعيب، فاحنا بنتكلم على الادفانتج بتاع الادفانتج بتاعت السايكلونز. طبعا ولا حاجه، مفيش تكلفه يعني، هو عباره عن علبه صاج كده وبنعمل لها سبايرال وشكل دوراني وكلام من ده، فمفيش تكلفه، فاذا الكابيتال كوست بتاعتك ولا حاجه. بيديني، بيعتبر هو ريزونبل هاي افشنسي يعني، يعتبر لحد ما، لو احنا بنعمل له سبيشال ديزاين، لو عملت بقى ديزاين حلو بتاعك مظبوط، والسرعات بتاعت الهواء كانت مظبوطه، والفورتكس اللي بتعملها ديت بتبقى في سرعات عاليه شويه وكلام من ده، فعلا هتقلل فعلا من حته الايه،
وجود الداست او البارتكلز داخل الهواء، وبالتالي هيقلل من حته ايه ان يبقى في عفره كده وتحس ان الجو كله غبار. يعني الكلام ده نعمله مثلا، تروح مثلا حلوان فعند مصانع الفحم الكوك تلاقي الدنيا سوده مسوده كده، ليه يا عم؟ عشان ما بيعملوش عمليه البوليوشن كنترول دي، يعني البوليوشن كنترول دي مش موجوده عندهم اصلا، فدي مشكله تانيه بتبقى مؤذيه الحقيقه يعني. طيب السايكلون كمان مستو من ضمن الحاجات اللي هو بيشتغل عند تقريبا اوبريتنج كونديشنز كتيره جدا، لانه صاج علبه صاج، فدرجه حراره عاليه، درجه حراره قليله، في رطوبه شويه، في مش رطوبه، كلام يعني الاوبريتنج كونديشنز مختلفه زي ما انت عايز. السايكلون كمان بيبقى تعمله من ماتيريال مختلف، ممكن تعمله من بلاستيك، تعمله من ستانلس لو انت عندك الماده بتاعتك في صدى او كده في الغبار اللي موجود معاك، ممكن حاجه قصدي تصدي او كده، ممكن تعمله بلاك ستيل، ممكن تعمله اي حاجه من الحاجات اللي الماتيريالز المتعارف عليها يعني. كمان ما فيش اي نوع من انواع الموفينج بارتس، وده حاجه كويسه جدا. وما فيش تقريبا مينتنس، يعني تقريبا ما فيش حاجه مينتنس، ما فيش حاجه بيتسد زي الفلتر، فلاتر مثلا ما فيش حاجه بيحصل لها سدد، ما فيش حاجه بيحصل لها زي الويت سكرابر مثلا، كان في ميه برش ميه وبتاع، فممكن لازم تزيل الميه ديت بشكل اخر، ولازم يبقى في درين للميه ديت اللي فيها تراب وفيها بلاوي اللي انت رميتها كده يعني. لكن طبعا مشكلته بس الوحيده ان السمول فيري سمول بارتكلز، لان هو ليه رينج، لو انت فاكر معايا الشارت اللي انا وريتها لك المره اللي فاتت هتلاقي ليه رينج بيشتغل من كذا لكذا، ما ينفعش السمول بارتكلز مثلا تبقى بالنسبه لي حاجه مشكله يعني. كمان مشكلته كمان انه بيعمل لي بريشر دروب عالي، لانه يعتبر ديفايس موجود في السكه بتاعت الهواء، وبالتالي بيعمل ايه؟ بيعمل دلتا بي عاليه. وي هاف تو تيك ات ان كونسيدريشن يعني. طيب ده اشكال السايكلونز بتاعتنا، ده شكل السايكلونز بتاعتنا، وده شكل فكره العمل زي ما اتفقنا، وده موجود مثلا في مصنع من المصانع، وده شكله كده بيروح جاي واخد من ايه؟ من المصنع، ورامي ايه؟ رامي البوتوم بيترمي من هنا اهو، يرمي من تحت وياخد بقى اللي خارج يرميه، يرمي من فوق، او الهواء الخارجي هو بيرميه، هو ده الهواء النظيف بيترمي من فوقه. طيب احنا عندنا في حاجه اسمها البنتريشن للسايكلز او سايكلون بنتريشن، يعني اللي هي عكس الافشنسي الحقيقه. الافشنسي مثلا لو احنا بنقول مثلا هو الافشنسي بتاعته 80%، يبقى هو في 20% حصل لهم بنتريشن. يعني ايه 20% حصل لهم بنتريشن؟ يعني في 20% لوسز راحوا مني. ايه هما ال 20% دول اللي بنقول عليهم بنتريشن؟ يبقى ايه هي البنتريشن؟ هي واحد ناقص الافشنسي بتاعت الايه؟ بتاعت السايكلز. طيب دلوقتي انا شغال عندي سايكلون شغال على فلو ريت معين، خلاص كده يعني الفلو ريت، يعني اذا عندي ايه؟ عندي اهو سايكلون اهو، اهو سايكلون داخل له كيو معينه، كيو اسمها كيو 1. انت لسبب ما رحت غيرت الكيو دي وخليتها كيو 2، يعني عليت الفلو ريت شويه. هل ده ليه تاثير على البنتريشن؟ يعني البنتريشن دي هتقل ولا هتزيد؟ ده سؤال. السؤال الثاني، لو الفلويد نفسه اللي ماشي الفيسكوستي بتاعته اللي هو الجاز اللي هو الهواء مثلا الفيسكوستي بتاعته عليت شويه، هل البنتريشن هتزيد ولا تقل؟ طيب لو الدنستي ما بين البارتكلز والجاز، فرق الدنستي ما بين البارتكلز والجاز اللي ماشيين هنا اتغير، ده هيأثر ولا مش هيأثر؟ الداست لودنج، كميه الايه الكونسنتريشن، يعني الكونسنتريشن بتاع الداست، الداست كتير او قليل، هل ده بيأثر على البنتريشن ولا لا؟ يعني انت كنت ماشي في الاول جوه السايكلون بنتريشن لودنج معين للتراب مع الهواء او الدست مع الهواء، زاد مثلا، خلاص كده ايه اللي يحصل ليه البنتريشن؟ فجت الريليشنز دي كده بتوضح ايه هي العلاقات المختلفه ما بين تغير الجاز فلوريت على البنتريشن، وتغير الفيسكوستي على البنتريشن، والدنس ديفرنس على البنتريشن، وعلى والدست لودنج على البنتريشن. فبقت العلاقات كده، عاده الجاز فلوريت لما يزيد ده هيزيد الافشنسي هتزيد، وبالتالي البنتريشن يقل. لما الفيسكوستي تزيد الافشنسي هتقل، وبالتالي البنتريشن يزيد. الديفرنس بتزيد الافشنسي يزيد، الداست لودنج يزيد ده يزيد. فاذا العلاقات عامله ازاي بقى؟ هي دي القوانين الاساسيه اللي احنا بنشتغل بيها. خلاص كده بنتريشن 2 في الحاله 2 على بنتريشن في الحاله 1 بيساوي كيو 1 على كيو 2 كل تو باور 0.5. نفس الكلام بالنسبه للفيسكوستي to the power 0.5، نفس الكلام فرق الدنستي to the power 0.5، بالنسبه لفرق اللودنج بتبقى to the power 0.18. تمام؟ يبقى انت لو عندك كيس جات لك وقلت لك مثلا انا غيرت البنتريشن اللودنج اتغير من كذا لكذا، فانت تجيب العلاقات ديت وتقدر تقول التغير او الحسه في الافشنسي هيبقى عامل ازاي، هيزيد ولا هيقل ولا كده، وتقدر تحسب. طيب لما تيجي تعمل ديزاين بقى لسايكلون،
طبقا للستاندرد الازمي طبعا، عارفين الازمي طبعا، اسمعوا عن الامريكان سوسايتي اوف ميكانيكال انجينير، بيحط قواعد كده للتصميمات دايما، التانكات البريشر فيسلز زي البويلرز والحاجات دي كلها. انت لو عايز تعمل ديزاين بويلر ارجع للازمي على طول، يعني يعني دي ما فيهاش كلام. عايز تعمل مثلا لتانكات تخزين وقود ارجع للازمي، عايز تعمل سايكلون ارجع للازمي وهكذا. فتلاقي دايما عندنا ايه، عندنا بعض بعض الدايمنشنز المهمه جدا. يعني مثلا على سبيل المثال احنا عندنا التول ده اسمه ال ايه ال سي، والتول ده اسمه زد سي. العرض ده الدايمتر بتاع الدي سي، والدايمتر بتاع الاوتلت هو الدي اي، والمدخل بتاعك ليه ارتفاع اسمه اتش اس اتش سي وهكذا يعني. وعندنا المخرج تحت اسمه جي 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 سي وهكذا. طب انت عايز تعرف البي بكام وده بكام وده بكام، اول حاجه تعرفها لازم تحدد القطر بتاعك ده. حددت القطر ده اللي هو قطر السايكون او السايكون الاساسي، دي سايكون يعني الاساسي او دي سي يعني الاساسيه، تقدر تجيب البي سي والدي اي والاتش سي والال سي وكل دوت ديبندنج على الدي سي. فهي عباره عن ايه، عباره عن بي سي على 4، بي سي على 2، دي سي على 2، 2 دي سي وهكذا وهكذا وهكذا. خلاص كده، فدي دي الدايمنشن بتاعتها. هو عامل لك هنا اكزامبل خلاص كده، ده بيسميه الهاي افشنس سايكلز. لو انت عايزه بالظبط ده الافشنس ده العادي، لو عايزه الهاي افشنس بقى خد يبقى القطر المسافه دي 2 من 10 دايمتر، المسافه دي 0.5 دايمتر، ده الدايمتر ده كده 2.5 دايمتر، ده كده 1.5 دايمتر، ده كده مش عارف كذا، ده كده ده بيسميه ايه، بيسموه الهاي ايه، الهاي افشنس ايه سايكل. فالنهارده لو انا قلت لك مثلا كذا وحددتك حسبه وحسبت منها الدايمتر بتاع السايكلون، وقلت لك ارسم لي الايه الشكل ده وطلع لي الدايمنشنز بتاعته، اعمل لي ديزاين فول ديزاين للسايكلون، تقدر تحطه بناء على الايه القواعد اللي انت ايه اللي انت شايفها قدامك ديت، او الدايمنشنز اللي انت شايفها دي. فاحنا دايما في الستاندرد دايما عاده في نوعين زي ما قلت لك، في الهاي افشنسي وفي الكونفشنال. مثلا لو احنا بنتكلم على الكونفشنال خلاص كده، هتلاقي مثلا ايه ده الريشيو دي بواحد، الريشيو دي بنص، الريشيو دي بربع، الريشيو دي بنص وهكذا وهكذا وهكذا. تمام كده، ده الهاي افشنسي اللي احنا لسه قايلين عليه حالا دلوقتي حالا، ده الايه ده الاولاني اللي هو في كان في الرسمه الايه اللي قبل فاتت. تمام، فانت ايه بالجدول ده، ده من الستاندرد خلاص كده، بتاخد ايه، بتاخد الارقام اللي موجوده عندك من هنا ديت، وتقدر تحدد بقى كل دايمنشنز انت ايه انت شايفها او عايزها داخل السايكل بمنتهى البساطه، ما فيهاش مشكله، ديبندنج على ان انت عرفت القطر اللي انت عايزه بالنسبه للايه للسايكل يعني. طيب عشان احسب الافشنسي، جه واحد اسمه ليبول كده سنه 51 وعمل حاجه غريبه كده، عمل حاجه اسمها سيمي امبيريكال ريليشن كده، حاجه امبيريكال ريليشن عشان يحسب حاجه اسمها 50% كات دايمتر، وسماه دي بي سي. اسمه ايه؟ اسمه دي بي ايه؟ دي بي سي. ايه ال 50% كات دايمتر دوت؟ ده يا سيدي قيمه الدايمتر خلاص كده اللي عنده الكفاءة بتاعتك تكون 50%، ان تشيل 50% منين؟ من الايه؟ من الداست اللي موجود ايه؟ اللي موجود عندك، او تعمل كولكتد لايه؟ ل 50%. يبقى دي بي سي ده هو ده الدايمتر بتاع البارتكل كولكتد ويز 50% افشنسي. طب نجيبه ازاي يا سيدي؟ انا كاتب لك المعادله فوق اهيت ومكتوبه تاني تحت اهيت، هي عباره عن ايه؟ 9 الفيسكوستي، الجاز فيسكوستي مش الداست فيسكوستي، في الويدث بتاع الانلت بتاع الداست العرض بتاع المدخل على 2 باي، في حاجه رقم كده اسمه ان اي بيسميه نمبر اوف افكتيف تيرنز ان اي، في الفي اللي هي الفلوستي بتاعت الغاز في الدخول عند المدخل بالظبط في مدخل السايكلون، السرعه كانت كام اللي هي جامد الضغط الرئيسيه، في فرق الجاز دنسي اللي هي بنسميه احنا الديفرنس دنسي ديفرنس ما بين البارتكل وبين الجاز، كل ده تو سبور ايه؟ تو سبور هاف. طيب حيث ان اي ده ان اي ده بيسميه نمبر اوف افكتيف تيرنز، ده بيساوي ايه بقى؟ بص بقى ده بيساوي ال بي اللي هو لينث اوف ذا سايكلون خلاص كده، زائد ال سي لينث اوف ذا سايكل كون، الكون اللي تحت على 2 في مضروبه في 1 على اتش او مقسوم على اتش يعني، اللي هي اتش اللي هي مين بقى؟ اللي هي الهايت اوف ذا انلت داكت، ارتفاع الانلت ايه؟ الانلت داكت. تمام كده، يبقى انت هتشوف الايه الدايمنشنز بتاعتك، تحسب النمبر اوف ايه؟ اوف افكتيف تيرنز اللي هي اللفات، عدد اللفات ده من هنا بنحسب منه عدد اللفات المفروض هتبقى كام تقريبا، الهواء لما يخش هيلف كام لفه يعني. خلاص، هي عباره معتمده على مين؟ معتمده على طول الحته اللي فوق، على طول الحته اللي تحت اللي هي الكون، على ارتفاع المدخل بتاعك خلاص كده. طبعا ولما تضربهم طبعا في السرعه خلاص كده تقدر بتحدد طبعا ايه الافشنس بتاعتك، انت فعلا كام بارتكلز هتروح منك من ايه من الـ من الـ من الـ من, الـ من الهواء اللي موجود عندك. فتعال ناخد مساله، مساله بتقول ايه، عندي عايز اعمل ديزاين لسايكلون، فمديني البادي دايمتر اهو،
مديني الفلو ريتس، مديني الدنسيتي، الدنسيتي بتاعت البارتكل بتاعت الجاز، الفيسكوستي، مديني الاتش بقى بيساوي كذا من الدايمتر، الدبليو كذا من الدايمتر، ال بي كذا من الدايمتر، ال سي كذا من الدايمتر، احسب كمان كمان ايه ال 50% ايه efficiency diameter اللي هو الكات اوف ايه 50% efficiency يعني. احسب اول حاجه الفيلوستي لان انا عايز في المعادله لازم اعرف الفي، الفي بكام خلاص كده، لازم احسب الان اي، العرض موجود عندي فانكشن في الدايمتر، الرو بتاعت البارتكل والرو بتاعت الجاز موجودين، يبقى ما عنديش غير الفي والان اللي محتاج احسبهم. طيب الفي اجيبها ازاي؟ عندي الكيو على الاريا، الاريا عندي المدخل معروفه، اقدر اجيب الايه؟ اقدر اجيب الفيلوستي، يبقى الفي اي جبتها. النمبر اوف افكتيف تيرنز بتساوي ال بي زائد ال سي على 2، والال بي بتساوي كام يا سيدي؟ ال بي اهي بتساوي 1.7 البادي دايمتر، ال سي بتساوي 2 البادي دايمتر، والبادي دايمتر اوريدي كده كده عندي. تمام؟ يبقى انا ايه؟ يبقى انا كل ده ايه موجود عندي، يبقى انا جبت الايه؟ جبت الايه؟ ال ان اي او النمبر اوف افكتيف تيرنز. اعوض في المعادله جبت الايه؟ جبت البارتكلز اللي هتديني حجم البارتكلز اللي تخلي لي الافشنسي عندي 50% خلاص كده؟ هي حوالي 10 مايكرون. تمام يا شباب؟ حد ليه اي سؤال؟ طيب نبدا نتكلم على امتحان الميد تيرم. هقف هنا مش هخش في فابريك فلترز يعني. دلوقتي احنا ان شاء الله باذن الله الامتحان، امتحان الميد تيرم يعني ان شاء الله هو سؤالين. الامتحان نظري كله نظري، ما في حطيتش مسائل خالص الترم دوت. تعتمد على ان انت ايه؟ انت كل الكلام اللي احنا عملناه يعني، مثلا احنا اتكلمنا في الاول على ايه الافكت بتاع الهيلث على الحاجات المختلفه على الصحه مثلا، اتكلمنا عن ال 3 ارز، اتكلمنا عن البوليوشنز المختلفه وانواعها، اتكلمنا عن مثلا الجرين هاوس افكت، اتكلمنا على الاسيديك رين. تمام كده؟ اتكلمنا على حاجه مهمه جدا اللي هي قوانين، قانون البيئه اللي هو القانون المصري للبيئه، وخدنا منه جزء من اللائحه التنفيذيه بتاعته اللي هي مثلا ايه العربيات مثلا الجديده تخش الخدمه عند نسبه سي او كام، لو نسبه السي او بتاعت العربيات اللي هي من بره الخدمه تبقى كام، وهكذا. تمام كده؟ ارتفاع المدخنه يبقى كام، الحاجات ديت. فالحقيقه ده كده الايه الجزء اللي احنا، وبعدين اتكلمنا المره اللي فاتت على الويتس سكرابر، واتكلمنا عن الباك فلتر كده، دول الحاجات اللي بنعمل بيها كنترول على البتاع دوت. اتكلمنا النهارده عن السايكلونز، بس السايكلونز يا سيدي النهارده مش هحطه في الامتحان، بس على الاقل يبقى في عندنا لحد ليه لحد الويتس كرابر احنا الجزء دوت كل ده كل ما سبق اللي هو الثلاث محاضرات، محاضره واحد اللي هي تسميتها يعني محاضره واحد واثنين وثلاثه، الثلاث محاضرات دول، دي محاضره اربعه بس احنا طبعا ما خلصناش، محاضره واحد واثنين وثلاثه كلهم موجودين معاك في امتحان الايه؟ في امتحان المتر. تمام؟ طيب حد بقى حابب يسال اي سؤال غير اللي انا قلته؟ مفيش حد عايز يسال؟ طيب تمام. بالتوفيق وربنا معاكم، ما فيش اكتر من كده يعني. شكرا يا دكتور. شكرا يا شباب، شكرا ليكم.